بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معادنا مع درس جديد يا اخوانا من دورة فيجوال بيزك 2012 و2010 تحت رعاية موقع وقف اونلاين دوت كوم. يبقى لنا شيء في الجزء او في الجزء الاول او الشابتر الاول، وهو السيفنج. ازاي نعمل عملية حفظ؟ احنا اخدنا الوقت اللي بفضل الله يعني يعتبر الاساسيات في الجزء الاول في الشابتر الاول. طيب ايه هو بقى السيفنج؟ ازاي نعمل عملية السيفنج الحفظ؟ خلي بالك احنا لما عملنا المشروع عندك هنا مقسم الى تابز. هنا تاب خاص بكريم الموديول، وهنا خاص بماي موديول، وهتلاقي برضو في 2010 موديول واحد وموديول اتنين. خلي بالك ما لاحظتش مرة اللي هنا جنب موديول واحد نجمة وجنب موديول اتنين مش نجمة، وممكن العكس كده هيبقى في ايه نجمة جنب موديول اتنين ليه؟ وهنا علامة صفراء، لاحظ لو انت كبرت شوية اهو هتلاقي هنا العلامة الايه الصفراء، تمام زي الكراسة الصفراء. طيب وهنا برضو كذلك لو انت كتبت مثلا اي حرف تقول له مثلا كونسول، تمام كونسول، تمام لاحظ هنا اخد علامة صفراء والباقي اخضر، وهنا بقى جنبه نجمة ليه؟ خلي بالك بقى اي تغيير بيتم، اي حاجة حصلت بتتم وانت ما حفظتهاش، خلي بالك السطر بتاعها بياخد لون اصفر، معنى كده اللون الاخضر ده كله محفوظ موجود في الملف خلاص، ده التغيير اللي انت عملت ولسه ما حفظتش خلاص. وفي 2010 وفي 2010 وفي 2012 اكسبريس، وفي 2012 برضو اكسبريس، تمام بس هنا باللون الابيض. 2010 هنا باللون الاصفر، هنا فقط باللون الاخضر كله خلي بالك، وهنا اصفر. يبقى خلي بالك هنا كله اهو، تعالى هنا يبقى افضل لان ده المين بتاعي، اصل هنا انت مش موجود يعني انت مش ما كتبت حاجه مش هيبان اللون الاخضر، هنا يبان اللون الاخضر. خلي بالك ده كله من اول الاصفر ده كله انت ما حفظتوش، عرفت منين؟ اهو قصاده اصفر ما اتحفظش، وكذلك اللي تحت ده، تمام بدليل. وخلي بالك اي ملف في بي او اي ملف اخر بتقوم بعمليه التعديل فيه بياخد علامه النجمه، ده شفت النجمه دي هي دي او الاسترك. طيب خلي بالك بقى هتعمل حفظ، لو عملت حفظ هيعمل لك حفظ للملف اللي انت فيه. ايه ده مش هعمل مشروع؟ لا مش هعمل مشروع دلوقتي. ليه؟ مش المشروع بتاعك زي ما قلت لك في السوليوشن اكسبلورر مقسم الى ملفات، صح؟ انت عايز تحفظ الملف ده بس، هتقول له حفظ، لاحظ كله هيخضر والنجمه هتروح ولسه النجمه موجوده هنا، ليه؟ اصل انت حفظت ده بس، انت حفظت ايه؟ ده فقط. طب تعالى في 2012 كذلك لو انت عدلت هنا في كريم قلت له مثلا لو انتر فقط، قال خلي بالك هيبقى فيه نجمه، ها هيبقى فيه ايه؟ نجمه، وهنا اصفر وهنا ايه؟ اصفر. هيقول لك مفيش هنا اخضر ليه؟ لا هو هنا اخضر لان انت ما كتبتش لسه حاجات والكلام ده، تمام. طيب لو انت عملت هنا حفظ فقط اهو، حفظ فقط اهو، شوف بقول لك ايه، سيف كريم دوت في بي، لاحظ بكنترول اس. طب لو جيت هنا اقول لك سيف ماي موديول بيجيب لك الاسم اللي انت واقف عليه، بيحفظ لك الملف فقط اللي انت واقف عليه من فايل سيف، تمام اهو سيف كنترول اس، تمام. طيب او من هنا او كنترول اس باستخدام الكيبورد. طب انا عايز احفظ الكل مره واحده، خلي بالك هنحفظ الكل مره واحده، هيحفظ لك كله بقى، هيحفظ لك ده وده 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 وسين وعين ونون والكلام ده. طيب اهو ايه ده جات لي ايه ده، بقول لك اصل انت اول مره تحفظ كله بقى خلاص، مش انا حطه لك في التيم بجوه، طب ما تيجي تنقله بقى للبروجكت بتاعتك، تمام. فاكر لما جيت قلت لك كليك يمين على البروجكت ثم اوبن
هيحطوا لك في التيمب، فاكر لما قلت لك في التيمب وهو مش مكانه هنا اصلا، مكانه الاساسه فين؟ في اسم اليوزر بتاعك ماي دوكمنتس، اسف مش هنا، انا كده في شغال في ويندوز، انا المفروض كده اساسا، انا كده توه. تعالى انزل هنا اهو، المكان بتاعه هنا، ثم موجود فين اهو ماي دوكمنتس، تمام، ثم 2012 ده مكانه في البروجكت ده هنا كده، و 2010 هيتخزن هنا في البروجكت. ها اتفقنا يا اخوانا؟ طيب تمام، تعالى اقفل، افتح 2012، هقول له حفظ الكل بقى، كنترول شيفت اس، خلاص حددت اسمه ماي فيرست ابلكيشن، ماشي. خلي بالك عشان هيعمل فولدر جواه، خلي بالك لو قلت له هنا كرييت دايركتوري، تمام، دايركتوري فروم فور سوليوشن، هيعمل لك فولدر اسمه ماي فيرست ابلكيشن حط فيه ده. خلي بالك لو انت بتعمل المشروع في النسخه الكامله هتجي لك دي اساسا وانت بتعمل المشروع لاول مره، هتبان لك فين؟ هتبان لك في الاكسبريس اهو، لو قلت له فايل نيو، تمام، قلت له لاحظ، ها بيجيب لك الحاجات نفس الوصفه بالظبط. كنسل واعمل حفظ تاني اهو عشان ابين لك، اسف، نيو بروجكت اهو، انت بتعمل مشروع جديد، خلي بالك، ها شفت ده؟ هو بيجيبه لك هنا لما تيجي تعمل حفظ للكل اهو، لاحظ شفت ده؟ هتلاقي هنا اهو، خلاص بيجيب لك النيم، الاسم، اللوكيشن، اسم السوليوشن، اسم الايه؟ السوليوشن، لو انت اسف هنا نوع السوليوشن، تمام، هنا بقى اسم السوليوشن اللي انت عايز تعمله، وهنا هتعمل فولدر جديد ولا لا، تمام، وهيبقى السورس كنترول اللي هنتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد، تمام يا اخوانا. هو هنا اهو، ها تمام، الاسم، اسم المشروع، ثم المكان بتاعه فين، عايز تغير مكانه، تمام، عايز طبعا بيجيب لك هنا، هيجيب لك الاماكن اللي انت اخترتها، مثلا انت اخترت على الديسكتوب، تعال نختار الديسكتوب وليكن، بس انت انا لازم انت لازم تحدد فولدر عندك في الجهاز، الديسكتوب، هقول له سيلكت فولدر، خلاص هالديسكتوب هيعمل له فولدر بالاسم ده، تمام. طيب اهو سيف، تعالى بقى للديسكتوب، كنسل ده، خلاص لاحظ عمل لك فولدر للايه؟ للمشروع بتاعك، هنتكلم عنه ونقسمه حته حته، تمام. طيب تعالى بقى نحفظه بقى ايه، خلي بالك كده تعمل حفظ الكل، خلاص لاحظ هتعدل هنا انتر مثلا، وهنا انتر، تعمل حفظ للكل، مفيش اي مشكله، خلاص حفظ ده وده وده وده، ولو انت فاتح كتير، واحد يقول لي ايه ده مش هيجيب لي المكان، لا ما احنا خلاص بقى، ما احنا اول مره بنحفظ المشروع بس، خلاص مش احنا اول مره بنحفظ المشروع في مكان وعلى كده خلاص، بس خلاص انت بتحفظ المشروع لاول مره. تعالى 2010 نفس الفكره، سيف سيف اول، هيجيب لك برده المكان، هنحطه في 2010، هنا بقى هسيبه في 2010 زي ما هو، هقول له سيف، برده هيروح يحفظه فين؟ في المسار بتاعه في 2010. انت ممكن تفتح بسهوله المشروع بتاعك، كليك يمين اوبن فولدر، هيجيب لك اهو، لاحظ جاب لك الايه اهو، ده المشاريع عندك، بروجكتس، اسم المشروع بتاعك اهو، عمل لك فولدر باسم السوليوشن، تمام، عمل لك ده المشروع بتاعك، ها ده المشروع، تمام، ده اسم السوليوشن. لاحظ الملف بتاعك بيبقى موجود في الايه، في البن، في الديباج، هو ده الايه، البرنامج بتاعك، لاحظ لو انت فتحته، تمام، هو يفتح ويقفل ليه؟ لان هو بيشغل هنا كانك بتعمل بالظبط كنترول اف 5 زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله، تمام. يبقى هي دي عمليه الحفظ، خلي بالك لما تيجي تحفظ اول مره بتحدد المكان بقى والكلام ده، لو انت ما حددتش المكان في الاول، عارف لو هنا عملت كده اهو، غير اي حاجه، قلت له مثلا اي انتر كده، قلت له زف اول، مش هتجي لك الايه اهو، لاحظ هيجي لك ايه، علامه الحفظ، مش هتجي لك بقى ايه الحفظ الثاني، لا انت بتحفظ هنا المكان بشكل مختلف، انت بتحفظه في مكان بس بتحفظه بشكل مختلف، خلاص اقول له سيف اهو، خلاص خلاص كده اتحفظ، خلاص اقول له سيف اول، خلاص انتهت. يبقى خلي بالك لو انت ما حددتش المكان واسم السوليوشن هتجي لك لا اما في اثناء المشروع لا اما في الحفظ للكل، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب ايه بقى المرفقات اللي معاه بقى؟ انا مثلا فتحت مشروع بتاع 2012، تعالى على الديسكتوب بتاع ايه 2012، هو ده ماي فيرست ابلكيشن، ده المشروع بتاعك، عرفت منين؟ اهو ماي فيرست اب، نوعه مايكروسوفت فيجوال ستوديو سوليوشن، ده السوليوشن، تمام. طيب ده ملف المشروع البروجكت،
ده الملف الايه البروجكت، ممكن تفتح من هنا ممكن تفتح من هنا تمام، لو انت عايز السوليوشن، لو انت عايز الايه البروجكت فقط. طيب هنا المجلد بتاعك اللي بتحط فيه الايه الملفات بقى الاسمبلز والريسورسز والسيتنج والكلام ده هنتكلم عنها في وقتها ان شاء الله تمام. طيب هنا البي اي ان بتاعك، في عندك ريليز تمام لسه ما خرجناش منه حاجه خالص، وعندك هنا الديبج الايه الديبج تمام، برضو هنتكلم عنها فيما بعد. ده ملف الكونفيجريشن اللي احنا قلنا عليه تمام، اللي جنبه ده البرنامج بتاعك اهو، ده البرنامج بتاعك، ده الاكس اي وده الايه الهوست بتاعه تمام، وده برضو الاكس ام ال بتاعه الملف الاكس ام ال تمام. طيب في عندك برضو الاوبجكتس، طبعا انت عندك هنا الديباج والكلام ده مش هنحتاجهم حاليا دلوقتي، وبقى عندك بقيه الايه هنا كريم دوت في بي الموديول في بي، وهنا الماي موديول دوت في بي ممكن تفتحه هو بس، ممكن تفتحه هو فقط، حتى انت ممكن اساسا ممكن تفتحه مثلا بالايه ب 2010، يعني واحد مكتوب 2012 تفتحه 2010 مش هيحصل لك مشاكل. ممكن خلي بالك تفتحه في برامج يعني مثلا زي ايه بس مش مسطبه دلوقتي، مثلا زي ممكن تفتحه برضو بالايه بالنوت بلس بلس والكلام ده تمام يا اخوانا. يبقى احنا كده فهمنا ازاي نحفظ المشروع، وفهمنا نبذة بسيطة عن البنية الأساسية للمجلد. قلنا الفولدر بتاعي موجود في اسم الفولدر بتاعي تمام يا اخوانا، وبكده يكون بفضل الله انتهينا من شرح عملية الحفظ، علشان ان شاء الله ندخل للشابتر اللي بعد كده او الجزء الثاني، وهو الجزء اللي عليه أهمية وعليه كل شيء، وهو ان شاء الله اللي هيكون بعنوان هاندلنج داتا، اللي هنتعرف فيه على اول اساسيات ان شاء الله الفيجوال بيزك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.